مرض خطير من أمراض العصر ألا وهو إدمان المخدرات، ففي عالم اليوم لم يعد أمر انتشار المخدرات خافيا على أحد، ولم يعد ضرر المخدرات عائدا على المتعاطي أو المدمن. ففاتورة المخدرات تدفعها البلاد على كافة المستويات، فعلى المستوى الاجتماعي يدفع المجتمع الفاتورة بشكل خلافات أسرية وجرائم لا يسلم منها أحد. وقد تسببت في تحول المجتمع من مجتمع آمن إلى مجتمع تنتشر فيه الأمراض الاجتماعية. ومع حملة خلك وياهم راح نتعرف على دورهم في القضاء على انتشار المخدرات. ارحب بضيفنا الاستاذ سعيد توفيقي المسؤول عن حمله خلك وياهم، حياك الله استاذي. الله يحييك. استاذي بدايه احنا دائما نشوفك بالسياسه بالاقتصاد، هالمره الموضوع مختلف معك. نعم نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا بس استاذ او اختي دانا كما اتفقنا، قبل لا ارد على اجابتك احب اوجه الشكر الجزيل لاداره قناه الراي ولك ولحضرتك والقائمين على هذا البرنامج، وايضا اشكر المعد اللي وضع برنامج المقدمه جميله، وفعلا هذه فاتوره يدفعها المجتمع. صحيح. يعني اصبت كبد الحقيقه كما يقال. نعم انا اساسا صحيح اطلع اظهر في وسائل الاعلام كرجل اتكلم بالاقتصاد وبالسياسه، لكن انا اخت دانا انا بالنهايه اعلامي ومن سنة 79 في الإعلام. نعم. وكان لي شرف بعد التحرير أن كنت في القبس مع الأخ الفاضل أبو عبد الله محمد الصقر، أنه تصدينا لأخطر موضوع كان بعد التحرير، ألا وهو الاختلاسات اللي تمت في بعض الأجهزة الحكومية وسراق المال العام، وكنت أنا المسؤول عن هذا الملف، وتمكنت مع الأخ أبو عبد الله محمد الصقر وجهه تحليل، وأيضا بمرزوق في فترة لاحقة جاسم بودي بالرأي، بأن قدمناهم أصحاب النفوذ أصحاب البشوت. نعم. نقدمهم إلى النيابة وإلى المحكمة. نعم. لأن إعلام وأنا أيضا بالنهاية اليوم أنا فرد في المجتمع، هذا المجتمع الذي أعطاني الكثير. أنا الأوان وإن كنت يعني دائما راح أكون مقصر في حق هذا الوطن العظيم، أكيد أكون مقصر، ولكن هذا الإعلام دوره سلاحه قوي. نحن في هذه الحملة، حملة خلك وياهم، اللي طبعا هي بالنهاية تقيمها جمعية بشائر الخير، اللي أنا أتشرف بإني أنا أكون الآن عضو معاهم. نعم. وأن كنت يعني أيضا يعني أقل الأعضاء اللي يعطون، هم الإخوان دائما يعطون أكثر مني. هذا ردا على سؤالك بأني أنا إعلامي بالنهاية، ومثل نعم. ما قدمت أكيد. مع الآخرين مع أبو مرزوق مع أبو عبد الله محمد الصقر أصحاب البشوت وأصحاب النفوذ إلى القضاء، سوف نحارب تجار المخدرات وتجار المواد. نعم. بإذن الله. يعطيك ألف عافية على هذا المجهود أستاذي. الحين خلنا نسولف أكثر عن نعم. حملة خلك وياهم. نعم نعم، حملة خلك وياهم. إخدان المخدرات قضية خطيرة، حرب يواجهها المجتمع الكويتي، شأن في ذلك شأن باقي مجتمعات العالم. صحيح. حال مجتمعات العالم، ولا نقول ان احنا فقط اللي مستهدفين، كثير من المجتمعات مستهدفه، ولكن بالنهايه احنا يهمنا بلدنا، واحنا أكيد. ايضا المحيط الجغرافي يساعد على ان يكون او ان يعني تفرض هذه الحرب، وان كنا نحن باذن الله الى الان لسنا من النقاط الحمراء على الخريطه، هناك اخطر ولكن لن ننتظر. واوجه الشكر الجزيل للاجهزه الحكوميه سواء كانت الداخليه، الصحه، وايضا مجتمعات المجتمع عفوا مؤسسات المجتمع المدني، لكن يبقى الدور على ناس اللي هم اقرب الى المدمن. كثير من الامراض حينما يكتشف في البدايه في اول الامر يسهل العلاج. نحن هنا نقول للاب والام اولياء الامور، نقول للاستاذ في الصف، نقول للابن اللي يشوف ابوه، نقول في الموظف او المسؤول لما يشوف الدوام او ما الى ذلك، ان هناك بعض الحالات انت يجب في اشياء معينه يجب ان تثير الاستغراب وتعرف ان هذا الشخص كان ابنك، بنتك، امك، لازم يكون منتبه على كل شيء. نعم. وهنا انا اليوم دوري اخت دانا اني اوضح بعض المظاهر اللي موجوده اللي يجب ان تلفت نظرك. من ضمن الاسباب اللي معروفه. نعم. في المجتمع الكويتي انا اتكلم، لما اتكلم عن المجتمع الكويتي انا ايضا هناك في مجتمعات اخرى، لكن سوف اتكلم لاني انا كويتي واحنا أكيد هذا المجتمع نتكلم في محيطنا. نعم. احنا نسميها الرعايه غير الرشيده. بمعنى ترى مو شرط يكون هناك تفكك اسري، يعني طلاق ومشاكل بين الاب والام بحيث ان نقول والله هذا الطريق للابناء للانحراف والمخدرات. احيانا تكون الاسره مستقره، لكن نحن نسميها الرعايه، او انا استعيرها من احد الاخوان الزملاء، الرعايه غير الرشيده. ترى خدان الدلع الزائد ايضا يولد الانحراف. الدلع الزائد قد واحيانا يكون احيانا يعني رب الاسره او ربة الاسره
يعني شخص معروف في المجتمع بأخلاق الفاضلة بدوره بمركزه و لكن يكون هناك أحد أفراد أسرته مدمن مخدرات. هذه الحالة أتوقع أو هذه النوع من القصص سمعناها كثير، أن الابن أو الابنة نعم حاليا أن هي أهلها منقصرين عليها وموفرين لها كل احتياجاتها وعايشة حياة جميلة بكافتها من دلع وترف وغيرها، نعم لكنها تلجأ أو يلجأ إلى المخدرات. صحيح نعم. هنا أنا يعني الكويشن مارك، السؤال نوجهه نحن الآن، خلينا نتكلم عن أفراد أسرة يعني، نعم. لأن قد يكون في العمل، قد يكون جار، لكن خلينا نتكلم عن أسرة. الأسرة يجب أن يكون بعض الأشياء اللي تثير علامات الاستفهام فيك. أنا هنا اليوم راح أبين بعض الأشياء اللي أساعد الأسرة والإنكا، لأن أخدانا يجب أن لا، أنا لا أدعو هنا إلى التجسس على الأبناء، بمعنى أنه إذا الولد راح لأي مكان ولا شيء خلنا نشوف موبايله اتصل في منه كذا، لا، أو غاب عن الغرفة خلنا نشوف شنو أكو بوراق غرفته، هذا مو أسلوب. اللي خليك وياهم الحملة اللي سويناها إن خليك معاهم، اقعد معاهم، طلعهم، سولف معاهم، ايه؟ اضحك معاهم، سافر معاهم، خليك قريب منهم دائما، يعني دائما بمعنى رتب الوقت. هنا راح تلاحظ إذا كان في أي تغير في سلوك ومظهر أحد أفراد الأسرة أنت راح تكتشفه. صح، عشان كذي دائما نحرص أن الأم أو الأب يكونون أصدقاء لأبنائهم، علشان يكون الحوار سلس معهم، ممكن أن هو يرصد هذا الشيء. أستاذي نعم. إحنا مستمرين معاك وراح نسولف أكثر، لكن مشاهدينا روح الفاصل ورادين. الإدمان حالة مرضية رهيبة تسيطر على المدمن، ولكن يجب أن يعي كل من حوله أن الحالة تحتاج إلى فهم لها وصبر. رح نسمع من شخص قصته مع الإدمان وشلون قدر أنه هو يتعافى. حياك الله أبو ناصر معنا. الله يجزاك ويسلمك أبو ناصر. بداية نبي نعرف شلون أنت دخلت إلى هذا العالم وهو عالم الإدمان. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يعني في البداية انا اشكر قناة الراية على اتاحة لي الفرصة لعلي ان اتطهر من خطاياي. فعلا انا يعني انا ظلمت اولادي وظلمت بيتي، ويعني انا اقترفت ذنب في حق نفسي وحق مجتمعي، ولكن انا ندمان ندم كبير على ما فعلته. ولكن بالاساس يعني قصتي مع الادمان كانت في سن مبكر، وكانت تأثير أصحاب السوء اللي فعلا أوهموني بأن المخدرات هي النشوة وهي السعادة، وأبسط كلمة ممكن يسمعها أي شخص عادي من أصدقائه كلمة جرب أنت مو خسران شيء. هذه الكلمة اللي أنا فعلا سمعتها، ولكن كانت خبرتي في الحياة بسيطة، كنت ما أعلم بأن هذه المخدرات قد توصلني إلى مرحلة أو مستوى سيء جدا. سنوات مرت علي في عالم الإدمان، تعبت كثيرا وسببت مشاكل حق أسرتي، حق أولادي، حق زوجتي. زين، ولكن إيه بالبساطة يعني سؤالك إن أنا فعلا أبسط كلمة ممكن يدخل شخص في عالم الإدمان، إنه يكون بعض العوامل تكون يعني العامل الأساسي إن بعدك عن الله سبحانه وتعالى وأصحاب سوء ووقت فراغ زايد، هذه كلها عوامل قد انها ايه دخلك في عالم الادمان. كم كان عمرك حزتها لما بلش الادمان؟ انا ادمنت مخدرات كان عمري 19 سنه، وكنت متزوج وعندي ولد، ولكن مثل ما قلت لك كانت خبرتي بالحياه بسيطه، ما كان في الجمعيات التوعويه مثل ما انت شايف الحين يوعون المجتمع ويوعون الشباب من اثار المخدرات واضرارها وهذا، ولكن في وقتنا كان بعد التحريم مباشره كانت المخدرات منتشره بشكل كبير، وايضا هي الحين منتشره بشكل كبير طبعا انتشرت، ولكن هم التوعيه كان لها دور كبير بانها توعي الشباب عن طريق المدارس وعن طريق الجامعات وعن طريق الهيئات الحكوميه، وهذا فضل كبير يعني قاعدون في البلد، ولكن في وقت كانت التوعيه بسيطه. ففعلا كنا ما نعرف يعني معاناتنا مع المخدرات ودخول في عالم الادمان. زين، بعد ما دش في عالم الإدمان تتحول من متعاطي إلى مدمن مخدرات، وصعوبة إنك أنت تخرج من عالم الإدمان مرة ثانية، محتاج أمور تأهيلية، محتاج علاج يعني طبي، محتاج علاج نفسي، وهذه مشكلة المخدرات. يعني بسهولة دش في عالم المخدرات لكن صعوبة تطلع منها. إيش كثر المدة اللي كنت فيها
مدمن، كم اخذت من عمرك؟ والله 11 سنة. 11 سنة وايد. 11 سنة تعاطي مخدرات، وهي يعني مشكلة المخدرات انها تبتدي بشيء بسيط قد انه يكون يسهل على الانسان يتعاطى، مثل مادة الحشيش يعني، يعني كل تجرب وتعاطى مادة الحشيش. لكن نشوة لك قد انها توصلها، توصلك اول لحظة ما تحصلها مرة ثانية. واصدقاء السوء نعم يبتدون يقولوا لك يعني الشيء هذا ما راح تحصل الا لما تعاطى شيء اكبر او كميه اكبر. انا اخت خديجه بس اذا سمحت لي، لاني انا قريب من بناصر، انا ودي بناصر يوضح للمشاهدين بنته لما شافتها في السجن، اذا سمحت يعني، اذا سمحتي، لان هذه يعني لقطه او موقف اذكر لنا اياها. يعني هذه فعلا يعني قصه مؤثره بحياتي، وانا يعني مهما يطول لي العمر ما انسى اللحظات السيئه اللي مرت علي بحياتي بعد سنوات ادماني. قد في لنا قصه تسبقها باختصرها بكل يعني بكل بساطه. يعني انا وصلت لمرحله متاخره من الادمان وتعالجت اكثر من مره، ولكن انتهى في الامر اني تعالجت خارج الكويت. وبعد ما رديت اصدقاء سوء يهموا ان انا ما ابطل، فأحد أصدقاء سوء اتصل علي تليفون وقال لي يعني بمناسبة أنك أنت تعالجت من الإدمان أنا محضر لك هدية. فأنا كانت هم خبرتي في الحياة بسيطة، أو مو خبرتي، كنت في لحظات ضعفي فعلا، ولحظات الضعف تبتدي بعد علاجك من الإدمان. فأنا توقعت أنه يجيب لي بوكي ورد بمناسبة علاجي ولا شيء، وإذا جايب لي جرعة هروين زين. فأنا لحظة يعني لحظتها فعلا ضعفت قدام المادة الهيروين هذه، لأني كنت فعلا ضعيف ومحتاج إلى محضن تربوي يحتويه مثل ما يعني جميع المشاكل اللي قاعد أقوم فيها الحين. وتعطيت المادة هذه وصار معي شيء اسمه أوفر دوز، وكنت قريب إلى الموت. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى وفضل دعاء والدتي وزوجتي انحكم علي بقضية جنائية من المستشفى. يعني أنا صحيت بعد غيبوبة قريبة الموت، وإذا بالمباحث على رأسي حولوني رأسا إلى المحكمة وحكم عليه بقضية جنائية 5 سنوات. ولكن هي بدأت أشعر وأحس تجاه زوجتي وتجاه أبنائي، لأن سنوات كنت بعيد عنهم، سنوات مرت علي، والله رزقني بعد ولدي، رزقني بنت، ولكن كنت بجسد بلا روح، ما أشعر ولا أحس ولا كنت قريب من البنت هذه اللي الله رزقني فيها. فطلبت من إدارة السجن جزاهم الله خير بعد ما انقلوني الى العمر اللي يشرفون عليه جمعية بشار الخير ووزارة الاوقاف ووزارة الداخلية، طلبت بزيارة خاصة. هي زيارة خاصة تكون غرفة مترين بمترين، مو الزيارة العمومية اللي على شبك وهذا. فكانت اصعب لحظة لي بحياتي، ان انا راح التقي بابنائي بعد ما بدأت احس، بدأت اشعر، ويعني مشتاق ان انا اشوف عيالي بعد سنوات طويلة هذه. وفعلا كنت يعني شبه ان انا ما اتذكر شكلهم او ما اتذكر، يعني كانت لحظة مؤثرة. ولكن فعلا وصلنا له المرحلة وفتح الباب ودشت علي زوجتي، وكانت لحظة مؤثرة. ودش علي ابني ما شاء الله ناصر، شاب فاهم. لما شافتك شنو صار؟ لكن المفاجأة لما دشت علي بنتي، وإذا بنت عمرها 8 سنوات واقفة عند باب الغرفة ما راضي دش علي. فالمأمور السجن كان وراها، ف قال روحي من يتهبي على صبوج. فقامت تخطي خطوات كانت أثقل خطوات تمر علي بحياتي. جات لعندي ما حبت راسي، عيونها كانت تدمع وتقول لي يبا ليه سويتينا كذي. كانت أصعب لحظة مرت علي بحياتي، وفعلا تحولت الزيارة إلى بكاء. ويعني بلحظتها فعلا يعني قلت الله سبحانه وتعالى أعطاني نعمة العقل ونعمة الزوجة ونعمة الأولاد. أنا فعلا هالنعم هذه كلها يعني ابتعد عنها، او ان انا عشان شيء زائف، عشان مخدرات. ففعلا كانت هذه الحياه او النقله، ان انا انتقل الى الحياه الصحيحه، او ان انا يعني اقضب جاده الصواب، وان انا التزم، وان انا ابتدي انمي نفسي واثق نفسي. دائما لما يمر الانسان في مواقف صعبه او انه يكون في حاله ادمان ينسى اللي حوالينا، ممكن انه هو ينسى حتى اقرب الناس له في لحظة مثل ما نقول نشوة ولحظة سعادة مؤقتة، لكن لما يشوف ان هالناس كلهم ابتعدوا عنه يبدأ يحس ان انا شنو هديت
علشان هذه السعادة المؤقتة. احنا مستمرين في حوارنا معاكم لكن من بعد هذا الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا وحوارنا عن الإدمان ومدى أثر الإدمان على حياة البشر والمواطن والمجتمع أيضا، مع الأستاذ سعيد توفيقي مسؤول عن حملة خلك وياهم، وأيضا معنا هني إحدى الحالات التي تعافى من الإدمان بناصر معنا أكيد. أستاذ سعيد، يعني القصة كانت جدا مؤثرة، 8 سنين ما شافتك يا أبو ناصر، ويعني ضاع من عمرك كثير بسبب الإدمان، وحالات كثيرة ممكن أن إحنا وقصص كثيرة عن الإدمان. شلون ممكن الأهل ينتبهون؟ أتوقع هذا الموضوع جدا مهم، شلون ممكن الأهل يرصدون هذه المواضيع أن ابنهم أو ابنتهم في حالة إدمان؟ هو طبعا يجب أن نذكر حقيقة أن الآن يعني تغير مفهوم المخدرات. قبل كانت مخدرات طبيعية تقليدية، الهيروين والحشيش وما إلى ذلك، الآن أكو مخدرات تصنع في مختبرات، واللي ماشي الآن يعني وصارت أسهل أرخص وأسهل يعني الوصول اللي هو خلينا نقول الكيميكال والشبو، هذا اللي منتشر. لكن أنا اللي مساء لما كنا نتكلم أستاذ دانا إنه شلون الولي الأمر أو الأب والأم يشوفون، طبعا في بعض الأشياء يجب أن تلفت نظره. إذا شاف إنه والله بغرفة الولد أكو باكيتات سجاير يعني يجب أن تلفت نظره، لأنه هو مو بس تدخين يعني يقول والله قاعد يدخن، هم الآن أو مثلا حتى في قطوف سجاير ها هم شو يسوون؟ ياخذون من الباكيت السجاير القصدير هذا الورق الناعم ويحطون الهيروين، ويكون في علب كلينكس مقططه كلينكس، يحرق الكلينكس تحت القصدير هذا على الخفيف، ويبقى هو شنو اكو بخباته؟ ارباع، دائما الابو يعطي فلوس دينار نص دينار وارباع، هم هذه ورقه العمله ورقه جيده حق اللف، وبحيث انه يضعها لما يحط القصديره هذه مالت السجاير وعليها الهيروين ويحرق يبدا يشم او يشفط من الربع. يجب الاشياء هذه تلفت نظره، باكيتات سجاير كلينكس، اذا شاف قفشه صغيره مالت او قفشه كان شويه منعويه او من تحت محروقه وهو قاعد يستخدمها، يعني اذا شاف ماي الملح بناصر ولا عفوا ملح الليمون بالجمعيات، ملح الليمون مع الهيروين مع الماء يخلط. فهذه اشياء اللي يجب تلفت نظر ولي الامر. بعض المفردات يعني اذا قاعد بالتليفون قاعد يتكلم، يعني مثلا حسين بن سالم، ترى حسين بن سالم رمز للحشيشه. لما يقول حسين بن سالم فاعرف انه قاعد يتكلم عن الحشيش. نعم، اذا تكلم وقال يعني مثلا سيخ سنج، هذه سيخ سنج هذه هي تجار مخدرات جايين من ايران. والبيئه هذه هم ايضا يعني اللي ماشيين، هي كلمه فارسيه. هذه بعض المفردات اللي يجب ان تلفت نظرك. وانا ايضا يعني الان ايضا الشيء يذكر ايضا نتكلم عن حالات اخرى بالاضافه الى يعني حاله ابو ناصر. بس قبل لا ننتقل للحالات الاخرى ابو ناصر، هذه المفردات اللي قاعده تنذكر هل هي تختلف من مدمن الى اخر ولا هذه المتعارف عليها؟ لا، في يعني في تختلف من مدمن الى اخر يعني حسب نوعيه التعاطي. يعني اللي يتعاطون هروين غير، واللي يتعاطون حشيش غير. زين، الهروين يسمونه دوه اهل القار يعني. زين، لكن يعني يمكن بفصل تكلم موضوع جدا مهم، وهو موضوع انه يعني اولياء الامور لازم يحاولون انه يعرفون شنو ادوات التعاطي اللي قد انه لو شافها بالبيت يعني يحاول يلفت انتباهها، يعني مثل اوراق رشيد، قفشه محروقه. لكن يعني قربك حق عيالك، انا عيالي الحين احاول اني انا اكون قريب يمهم كثر ما اقدر، اكيد لان قربك مع عيالك اهم شيء. انا بنتي هاي اللي كلمت عنها بعد ما رديت، بعد ما ندمت على ما فعلت، يعني الحمد لله وشكر وصلت الى مرحله متقدمه من التعليم. هي الحين ما شاء الله يعني شوف كليه وتدرس ومن المتفوقات نتيجه احتواء الاب والام. يعني الواحد لا ييأس، المدمن لا ييأس، المدمن الامل موجود، وانا وغيري عشرات التائرين اللي موجودين في جمعيه بشار الخير فعلا يعني فعلا بدنا نفتح حق مجتمعنا الكويتي بان ناس احنا فعلا لو تعطونا فرصه راح نبتدي نعمل، نبتدي نجتهد، نبتدي نطور من نفسنا. هذه هي ابو ناصر الفرصه. ذكرت استاذي ان المدمن لا يستطيع أن يعمل إلا بعد مرور 5 سنوات. نعم. هذا قانون موجود. نعم، إحنا نعم، عندنا. نعم، موجود. نعم، هو طبعا إحنا تكلمنا بجمعية بشائر الخير
يعني كان لنا يعني قعدات مع المسؤولين سواء في مجلس أمة أو بالداخلية، طبعا هم لهم وجهة نظر ووجهة نظر يعني محترمة ويعني لها يعني لها منطقها، انه يبون يصعبون على يعني ما يبونها تكون سهلة. كان قاعد يقول حق الشخص اللي بيدمن ترى دير بالك انت حياتك راح تنتهي، لا تدمر حياتك، لان إيه؟ حتى لما تبي تتوب كذا لن تحصل على وظيفه بسهوله. لكن يعني احنا لما نقول الان احنا امام مشكله، يعني استاذه دانا انا ما عندي احصائيه رسميه ولا وصعب ان واحد يعطي احصائيه فعليه، لان خلينا نقول احصائيه رسميه عن الداخليه الحالات اللي تصل الى المخافر والنيابه وما الى ذلك، واكيد اكو اضعاف لم يصلوا الى المخافر والى صح. فلكن الجمعيه الصيدلانيه عملت مؤتمر قالوا ان عدد المدمنين بحدود 70,000، فبالتالي انا ما اقول كبير. وقد يكون اكثر صح. نعم، فبالتالي هذه العمليه احنا شو نقول ما دام فيها المشكله هذه نريد من الدوله ان تسهل. يعني عندنا بعض التائبين اللي خلاص تاب سواء مثل ابو ناصر وغيره يريد ان يبدا حياه جديده، طيب اذا ما في وظيفه له شلون يصرف على البيت على العيال و يعني تخيل مثلا بناصر وغيره يعني ان يطلعوا من السجن ويريد ان يبدا بحياه جديده كريمه، اذا ما في مثل مراكز اعاده التاهيل ممكن ان لا خلصوا منها هذه تكون خاصين منها. نعم هم خلصوا منها اوكي يعني خلاص اللي بعدها. نعم الان هو مثلا قضى فتره بالسجن سواء الفتره الاولى ثم عفو اميري ايضا تحت اشراف بشار الخير وما الى ذلك، خلاص عدى الان يريد ان يندمج في المجتمع. صحيح. اذا كان ما في يرجع لعمله فبالتالي هو يعني كان قاعد نقول والله خلاص هو يعني شعور ذاتيا راح يرجع للمشكله نفسها. صح. نحن نريد يعني في عندنا شخص انا اعرفه طبعا الحمد لله صار له 20 سنه وكذا كان او 15 سنه ساك سياره تاكسي وعند تقاطع ولا عمل مخالفه ولا شيء، شاف الشرطي قال له اعطني الاجازه، فشافه من عائله كويتيه يعني كبيره. قال له يعني انت فلان ولا مزور الهويه؟ يعني سائق تاكسي الجوال. قال له اي انا يعني مو احسن من الحرام؟ يعني صح ولا لا؟ شغل مو عيب. بالضبط. انا يعني ودي يعني اذا سمحتي لك قايل لك على قصيده نقولها ها؟ يعني حتى بحيث انه نعطي شويه كذا. القصيده بعنوان؟ نعم. هو طبعا عتب من مدمن تائب ها؟ نعم. على الوطن. نعم. وهي يعني يا وطن رد اعتباري. هو طبعا رد الاعتبار بحيث انه يقدر يعمل. أكيد. يقول طبعا هذا على لسان تائب ها؟ بغض النظر من اللي كتبه يعني سواء انا ولا واحد ثاني. يا وطن رد اعتباري وكل ما فيك اعتذاري. نعم. البحر كله اعتذاري وكل حبات الصحاري تمون وحبك افكاري يا اهلي وارضي وداري كويت الحب والبهجه سما ذكرك بكل طاري وخيرك في البشر يسرح شمل كل بايع وشاري تمون وحبك في قلبي يطرز كل اشعاري تمون وانا المقصر لادماني وافعالي تمون برفضك التوبة تمون بحبك السلطة تمون بحكمك الجاسي علي أنا مع الأسرة. نعم. تمون وما أقدر أتكلم حبك يخنق العبرة تمون ومهما ترفضني ولائي جوهر الفكرة حسرتي فيك اقترابي وانت عمري وكل شبابي انت فرحي انت سعدي انت حزني وانتحابي انت اجمل ذكرياتي انت فخري وانتسابي انت اخواني وخواتي انت اولادي وصحاري يا وطن رد اعتباري وكل ما فيك اعتذاري. صح لسانك صح لسانك. ابو ناصر خلنا نتكلم اكثر على المرحلة الصعبة اللي مريت فيها ودخولك السجن ورؤيتك لبنتك. اللحظة ابي انا اعرف اللحظة اللي قلت فيها أنا لازم أترك كل هذا وأجابل أسرتي وعيالي. نعم طبعا أنا يعني دعيت الله سبحانه وتعالى بأن أنا الله يعوضني أعوض نفسي وأعوض أولادي ضياع أجمل لحظات حياتي، وفعلا بعد ما كنت في عمر التائبين والموقف هذا مر علي رحت إلى العنبر وإذا بنحسن حظي بأن جمعية مشارخ تشرف على برنامج التائبين اللي قاعد يعني لازم نمشي في العمر التائبين، فتفاجأت بأن يعني أحد الإخوان من جمعية بشار الخير كان مدمن لمدة 25 سنة وكان عليه قضية تجارة، ولكن يعني وجوده في السجن وبشخصيته وكلامه أعطاني أمل بأن الإنسان لا يأس برحمة الله سبحانه وتعالى. في يعني 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 مشكلة إحنا لما مشكلة مدمن إذا كانت عنده مشكلة في الإقلاع عن الإدمان فهي المشكلة في استماع التوبة،
احنا نتوقع ان المجتمع لما نطلع يعني نتوقع ان المجتمع راح يتقدم لنا على طبق من ذهب، ولكن تفاجئ بالعكس ان المجتمع ما يتقبلنا، ما لاقي وظيفه، عدم ثقه الاسره فيك، هاي كلها يعني تخليك مره ثانيه يعني محبط او ان انت تنتكس، والانتكاس يعني وارد وايد في عالم الادمان. ولكن انت محتاج الى محرم تربوي، الى ناس يفهمونك، يفهمون مشاعرك واحاسيسك. ففعلا يعني دور الجمعيه معانا دور فعلا مهم، لان هي تاهلنا عن طريق رحلات الحج والعمره بان احنا ننتقل من حياه الى حياه. يعني انا كنت في السجن المركزي وبين المدمنين وبين ويودونا المحاكم ويكلبشونا وهذا، وإلى انتقلت إلى حياة إن أنا أقعد في الحرم المكي وعلى يمين الشيخ عبد الحميد البلالي وعلى يساري الشيخ سلمان مندني. فأصبح وتعالى يعطينا رسالة بأن أنت الله أعطاك فرصة، فأنت يعني كن قد الفرصة هذه وكون أمل حق غيرك، يعني وكون قدوة حق غيرك. ففعلا يعني كانت في معاناة، ولكن فعلا قدرنا نطلع من هالمعاناة هذه في ظل يعني الظروف اللي قاعد نعيشها بالبلد الحين. زاوة خير دولتنا الكويت الحبيبة، توفر لنا يعني فعلا في بعض الأمور، ولكن أنت أحسن غيرك. يعني دول ثانية ما في لا برنامج ولا تلتفت لهم أيضا. أي بالضبط. فنشكركم على تواجدكم معنا. أنا بس إذا كان في مجال ثواني حتى أقول قصة، مو قصة عفوا، حقيقة أن من ضمن المدمنين اللي يعني مشاعر الخير يعني يونا، ان في ولد عمره بحدود 20 سنه بكل وسامه العشرينات بكل حب الحياه، انما كان مدمن، ولكن الحمد لله تاب. فلما قلنا له ابعد عن الناس اللي شجعوك على الادمان، قال اللي شجعني على الادمان وخلاني ادمن والدتي امي. نعم، ولكن ولله الحمد، ولله الحمد ان الولد تاب وكذا، وايضا كان هو السبب ايضا في ان أمه أيضا تتوب. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القائمين على جمعية بشار الخير. نعم، شكرا لكم أستاذ سعيد توفيق المسؤول عن حملة خلك وياهم، وأيضا المتعافي من الإدمان بناصر، شكرا على تواجدكم. شكرا. وإلهامكم لكل مشاهد الحين قاعد يطالعنا. الإدمان هي فترة مؤقتة وسعادة مؤقتة، لا تضيع حياتك كلها وعمرك علشان لحظة مؤقتة من النشوة. كنا معكم في حلقة متميزة جدا من برنامج مسائي، نلقاكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.